قصتنا اليوم مع عبد صالح. هذا العبد الصالح اسمه لقمان، كان يعيش في منطقة بين مصر والسودان، بل هو الآن هذه المنطقة التي كان يعيش فيها تقع ضمن حدود السودان. وهذا الرجل كان رجلا فقيرا، كان عبدا حبشيا نجارا، كان قصيرا أفطس الأنف كما قال عنه جابر بن عبد الله. هذا الرجل أعطاه الله عز وجل حكمة عظيمة، من أعظم الناس حكمة وفهما وعلما، ومع هذا لم يكن نبيا من الأنبياء، فلم يكن هناك نبي في الأرض مملوكا. أما هذا الرجل فقد كان مملوكا، وقد كان من النجارين الذين يعملون بصنعة ويتكسبون بها. هذا الرجل اسمه لقمان، وسمي الآن لقمان الحكيم. سئل يوم من الأيام: كيف وصلت إلى هذا؟ لما وصلت إلى هذا المستوى من الحكمة؟ فقال لمن سأله، قال: غضي بصري وكفي لساني وعفة طعمتي وحفظي فرجي وقولي بصدق ووفائي بعهدي وتكرمي ضيفي وحفظي جاري وترك ما لا يعنيني، ذاك الذي صيرني إلى ما ترى. قالوا كان نجارا، قالوا كان خياطا، قالوا كان راعيا، المهم لم يكن رجلا غنيا ثريا، ولكنه مع هذا أعطاه الله عز وجل حكمة عظيمة. وكان لقمان كثيرا ما كان يجلس مع ابنه، كان يغرس فيه الحكم. يوم من الأيام جلس مع ابنه فقال له: يا بني إن الدنيا بحر عميق، وقد غرق فيه ناس كثير، فلتكن سفينتك فيه تقوى الله عز وجل، وحشوها الإيمان بالله تعالى، وشراعها التوكل على الله، لعلك تنجو إن نجوت. يعني شوف الأسلوب في النصيحة الآن، يقول ترى الدنيا بحر، والبحر هذا أكثر الناس يغرقون، تبي تنجو سفينتك في هذا البحر تقوى الله جل وعلا، واملأ هذه السفينة بالإيمان، ولن يحرك هذه السفينة إلا الشراع الذي فيه، وهو التوكل على الله جل وعلا. يوم من الأيام أيضا جلس مع ابنه فقال: يا بني. نعم يا أبي. قال: يا بني بيع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا، ولا تبع آخرتك بدنياك تخسرهما جميعا. ويوم من الأيام جلس مع ابنه فقال: يا بني. وكان أشوف الرجل الآن الفقير أسود البشرة، الرجل أفطس الأنف، الرجل الفقير اللي عمل زهيد واللي أصلا مملوك، يجلس مع ابنه يقول: يا بني إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك. شوف أنا الفقير اللي ولا شيء، شوف الناس تأتي إلي وتسألني وتسمع الكلام مني، بل الملوك يستشيروني، لأن الله أعطاه حكمة عظيمة. ولقد آتينا لقمان، ولقد آتينا لقمان الحكمة. شوف، ولهذا سمي لقمان الحكيم، عبد صالح يرجو ثواب الله جل وعلا. أول شيء نصح ابنه كما ذكرت، نصحه بالتوحيد وحذره من الشرك. بعد التوحيد بدأ يذكره ببر الوالدين. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. بعد العامين يفطم الرضيع. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم. صج أعظم ظلم في الأرض الشرك، لكن لو أبوك أو أمك أجبراك على أن تشرك بي فلا تطيعهما، لكن بعدين لا تسبهم، لا تشتمهم، لا تغلظ عليهما، فيبقى هذا أبوك وتبقى هذه أمك. لو أجبرتك على أن تشرك بي لا تشرك، لكن عاملهما أحسن معاملة. وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والابن يسأل أباه، والأب يعطيه من الحكم والمواعظ. من الآن يجلس مع أولاده ينصحهم
ويذكرهم ويربيهم؟ من يجلس مع أولاده يعلمهم قضية الشرك وأنواع الشرك ويحذرهم منها؟ يجلس مع أولاده يعلمهم التوحيد والسنة؟ من؟ الابن يسأل أباه يقول له: يا أبتي. نعم يا بني. يا أبتي، أرأيت إن عملت خطيئة ومعصية لا يراني فيها أحد من الناس، كيف يعلمها الله؟ الله شلون يعرف أن أغلق على نفسي باب أو أجلس تحت في مكان مظلم أو أفعل معصية ما في أحد يراني؟ كيف يعلمها الله جل وعلا؟ فرد الأب على ابنه: يا بني، يا بني، إنها إنتك مثقال حبة من خردل، إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. شو تقول أنت يا بني؟ الله ما يشوفك؟ والله لو حبة، حبة من خردل لو تكون مدسوسة داخل صخرة صماء أو في الفضاء الواسع الفسيح في الكون هذا في السماء رميت هذه الحبة أو أدخلت في سابع أرض في الأرض، فإن الله عز وجل سيأتي بها. تقول لي معصية في ظلام أو تغلق على نفسك الباب؟ هذا الطفل يسأل. كم من الأولاد اليوم ما يدرون، يختفي وراء أمه وأباه ويفعل المعاصي والذنوب، يسافر ليرتكب الذنوب والمعاصي، يغلق الباب ليفعل ما يفعل. ما غرس الأب في قلب ابنه أن الله عز وجل مطلع عليك في كل مكان، في السر والعلن، في النور والظلام، في الخفية والعلن، الله مطلع على سرك ونجواك يا بني. من فينا يجلس مع أولاده يغرس فيهم هذه العقيدة وهذا الإيمان؟ يا بني، إنها إن تك مثقال حبة من خردل، يعني كمثال يضربه الآن بدل المعصية والذنب أو اختفائك أنت أيها العاصي، لا، لو كانت حبة شوف كيف يعلمها الله، بل ويأتي بها. إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. لطيف، يعلم ما دق من الأمور وما خفي، خبير، مطلع على كل شيء جل وعلا. ثم أخذ ينصحه بعد التوحيد وبر الوالدين، وسأله ابنه في العقيدة في الإيمان بالله بدلا بالعبادات. أعظم عبادة شنو؟ الصلاة. طبعا أعظم العبادات العملية. علموا أبنائكم الصلاة إذا بلغوا سبعا. شوف الأب اللي من يوم كمل ولده سبع سنوات قمرية بدأ معه يعلمه، يوري الصلاة، يأخذ معه المسجد، يعلمه الركوع السجود، يعلمه الأذكار قبل ما يكمل سبع سنوات بحفظه، علشان أول ما يبدأ بالسبع يصلي، يتعود الطفل وهو عمره سنتين يقلد أمه، شافه تسجد سجد معاها، شافه تركع ركع معاها، تحببه الأم بالصلاة، يحببه الأب بالصلاة. فإذا كمل عشر سنوات، ثلاث سنوات من التعليم، عنف عليه حتى يلزمه بالصلاة. يا بني، شوف لقمان ماذا يقول لابنه: يا بني أقم الصلاة. ما قال له صلي، أقم الصلاة، صلي صلاة كاملة، خشوع بخضوع، تعال مبكر، تجهز للصلاة، صلي صلاة كاملة. يعلم ولده الصغير الصلاة. بعد ما أدى ولده العبادات، وحد الله، استقام إيمانه، استقامت عبادته، انتقل معه إلى المرحلة الثالثة. مو بس أنت، علم غيرك، علم أصحابك، علم الناس. أي واحد تشوفه مقصر بالعبادة مره بالمعروف، أي واحد تشوفه يفعل منكر لا تتركه، ترى هذا ولد صغير، يعلمه أبوه منذ نعومة أظفاره أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يا حسرة على الرجال، وأسف على الدعاة الذين كانوا يبلغون دين الله وينشرونه في الأرض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أين هم الآن؟ أين أبناؤهم؟ أين الأجيال التي بعدهم؟ أين من ربوا؟ أين تلاميذهم؟ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. وهذه يقول بعض أهل العلم الركن السادس في الإسلام بعد العبادات الخمس، أركان الخمس،
قالوا السادسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إن الواحد يشوف المنكر ما يقدر يغيره ولا يتكلم يطلع ما يجلس في هذا المكان. يعلم لقمان لأنه حكيم أن كل أمر بالمعروف ناهي عن المنكر لابد أن يبتلى، لابد أن يؤذى، لابد أن تأتيه المصائب والعقبات. متأكد لقمان ما يصير واحد آمر وناهي والناس تصفق له والناس تضحك له، ما يصير، لازم في أعداء. جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. تمنت أحسن من النبي؟ النبي الذي أمر بالمعروف الناس عادته، نهى عن المنكر عادته الناس، طبيعة البشر. ولهذا أخذ يهيئ الآن ابنه لهذه المرحلة بعد ما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، شو يقول له؟ وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر واصبر على ما أصابك. ربما تسب، ربما تشتم، ربما تضرب، ربما تسجن، ربما تعذب، ربما تجر على الأرض، ربما تجلد، ربما يسلب مالك، ربما يعذب أو تعذب في أقرب الناس إليك، لكن اصبر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. طيب صار الإنسان داعية، الداعي شنو يحتاج إليه؟ يحتاج يكون خلوق، صار موحد وبر والده، صار عابد أدى الصلوات والأركان والعبادات، صار داعي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر على أذى الناس. يحتاج هذا الداعي إلى شيء مهم. شنو يحتاج؟ يحتاج الأخلاق. تبي تنشر دينك بين الناس؟ تبي تنشر دعوتك بين الناس؟ خليك متواضع، لا توخر عن الناس وهم محتاجين لك، لا تلتفت بوجهك وتلف وجهك عنهم كأنك متكبر، كأنك شايف نفسك، كأنك مغرور. تواضع للفقير، للمسكين، للسائل، للمحتاج، لا تنهر، لا تغلط في الحديث، كن مؤدبا مع الناس لأنك تبلغ دين الله حتى يحبك الناس. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. لأنك لو كنت مختال فخور ربما كل أعمالك السابقة تحبط، كل اللي سويته يروح عليك. كم يكره الناس اليوم الداعي المتكبر، كم يكره الناس اليوم يمكن داعي وعنده علم كثير لكن ما حد حوله، لأنه مختال، لأنه فخور، لأنه يكلمهم من أبراج عاجيح، لأنه قاعد ينظر للناس كأنهم كلهم تحته وتحت رجله، يمكن تسأله ولا يجيبك حتى. الناس ما تحب هذا، الناس تحب الرجل ولو كان علمه أقل لكن متواضع. ولهذا أفضل الناس علما وتواضعا من محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. قصة قوم كان يعيشون في اليمن، وكان هؤلاء الناس عندهم أحيانا يأتيهم القحط والمجاعة ويتقاتل الناس على المياه، وهذه المدينة أو هذه القرية سميت قرية سبأ. ما قصة قوم سبأ وما حكايتهم؟ اسمعوا إلى قصة قوم سبأ. ليش سموا سبأ؟ قيل لأن رجل من أجدادهم اسمه سبأ، وقيل لأنهم أول من سبأ من العرب، أول من اتخذ طريقة السبي هم، وقيل نسبة لرجل من أجدادهم اسمه سبأ. لا يهمنا أصل الاسم، ولكن اسمعوا لقصتهم وماذا حدث لهم. قيل أنهم كانوا يتقاتلون على المياه، فذهبوا بعد أن اقتتلوا إلى امرأة عاقلة، امرأة من أشدهم عقلا اسمها بلقيس، ذهبوا إليها يتحاكمون إليها، أي بعد أن اقتتلوا وفعلوا ما فعلوا على المياه ذهبوا إلى بلقيس، فقالت لهم إنكم لا تطيعوني، أي حتى لو أمرتكم بأمر أو نصحتكم بنصيحة ما راح تطيعوني، ليش أنا أتعب نفسي وليش أقول لكم؟ ما راح. قالوا بل سنطيعك، مرينا بأمر نأتمر به، قول إيش رأيك. فإذا بها تأمرهم أن يبنوا بمجرى المياه سدا، فبنوا سدا عظيما يحجز الماء في أيام المطر، يحجز الماء، ثم من هذا السد تخرج بعض الفتحات توزع الماء على كل الوديان،
وعلى كل المناطق، ففعلوا وبنوا سدا عظيما كبيرا، وإذا بالناس يتشاركون في بنائه. ولما بنوا هذا السد إذا بهم يزرعون الزروع وتكثر الخيرات وتكثر الثمار، لأن الماء موجود طول السنة. الآن طول السنة الماء لا ينقص، الماء يحبس في مكان وينشر الماء ويوزع طول السنة، فإذا بالخيرات تزيد، وإذا بالمزارع تقوم، وإذا بالأشجار تنبت، وإذا بالثمار، وإذا بالخيرات. فإذا بقوم سبأ إذا بهم يكونون أغنى أمة في ذلك الزمان، ثراء وغنى وأموال وخيرات، بل كان الناس يأتون من بلاد بعيدة يأخذون منهم الثمار والخيرات، بل كانت المرأة لا تحتاج أن تشتري ثمار ولا تشتري بعض الخضروات. ما تفعل؟ ماذا تفعل المرأة؟ تحمل المكتل على كتفها، تحمل المكتل وتمشي تحت الأشجار، بس تمشي مشي، تمشي تحت الأشجار تتساقط الثمار على مكتلها فيمتلئ المكتل وتخرج. يا الله، أي خيرات تتساقط على الأرض، ما من شجرة تخرج منها نبتة فاسدة، وما من محصول يفسد جزء منه، كل المحاصيل فيها جزء يفسد، إلا قوم سبأ. أبدا، بلدة طيبة كلها خيرات وثمار وغنى وثراء. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، آية باهرة وعلامة على قدرة الله جل وعلا. كل الأمم تتكلم عن سبأ. جنتان عن يمين وشمال، جنة جهة اليمين وجنة جهة الشمال، تنظر منها هنا جنة وتنظر منها هنا جنة، يعني في كل مكان تذهب وتسير أيام لا ترى إلا الخيرات، لا ترى إلا الثمار. ما تحتاج في سفرك أن تحمل زادا، تمشي وتأكل من أي مكان شئت. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة، بلدة طيبة ورب غفور. اسمع إلى هذه القصة وهذا الموقف العجيب. موسى عليه السلام كليم الله، موسى من أولي العزم من الرسل، موسى من المقربين إلى الله عز وجل، أفضل خمسة من البشر هم أولي العزم، منهم موسى عليه السلام. موسى كان يدعو الله فيقول: يا رب يا رب أرني رفيقي في الجنة، أريد أن أعرف من سيرافقني في الجنة. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: يا موسى، أول رجل يمر عليك هو رفيقك في الجنة، أول رجل. فانتظر موسى عليه السلام: من سيمر علي، من سيمر علي؟ فإذا برجل لا يعرفه موسى، وهو لا يعرف موسى عليه السلام، رجل عادي حال الناس. تعجب موسى، موسى ظن أن الإجابة ستكون نبي من الأنبياء، ستكون رجلا مشهورا بصلاحه، هذا الرجل مو معروف. فتبعه موسى عليه السلام، يبي يشوف ليش هذا صار رفيقي في الجنة. يقول: فدخل بيتا، بيت مفتوح، بيت قديم مثل ظل يعني. فدخل الرجل وجلس أمام امرأة عجوز، وموسى عليه السلام يرقبه من بعيد. امرأة عجوز على الأرض جالسة، امرأة كبيرة بالسن. فدخل هذا الشاب إليها وسلم عليها، يقول: فإذا به يشوي اللحم، يصنع الطعام ويأتي بالطعام، هو الذي جاء بالطعام فصنعه وشوى اللحم ووضع الطعام بالقرب منها وجاء بالماء، ثم أخذ الطعام وأخذ يلقمها في فمها، يلقم هذه العجوز في فمها، يضع الطعام ثم يسقيها بالماء، ثم بعد أن رتب البيت ونظف البيت وغسل فم هذه العجوز خرج من بيته. الرجل لا يعلم أن هذا موسى عليه السلام. فسلم عليه موسى فقال له: يا فلان، من هذه العجوز التي دخلت عندها وأطعمتها الطعام وسقيتها الشراب وغسلتها وفعلت؟ فقال هذا الشاب: إنها أمي. إنها من؟ إنها أمي. فقال موسى عليه السلام: وهل تدعو لك هذه الأم؟ قال: نعم، تدعو لي كثيرا.
لكنها لها دعاء لا تغيره. فقال موسى عليه السلام: وبما تدعو لك هذه الأم؟ قال له: تدعو لي دعوة واحدة دوما تقول: اللهم اللهم اجعل ابني هذا مع موسى ابن عمران في الجنة. فقال له موسى: أبشر أبشر يا عبد الله، فقد استجاب الله دعاءها، وأنا موسى بن عمران وأنت رفيقي في الجنة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم نعم، إنه دعاء الأم. أين نحن من أمهاتنا؟ ماذا فعلنا؟ ماذا صنعنا معهن؟ إن دعوة أم استجاب الله عز وجل لها، فجعل هذا الرجل المسكين المتواضع المغمور بين الناس، جعله رفيق موسى في الجنة، يعيش مع موسى في الجنة بدعوة من؟ بدعوة أمه. ربما الإنسان يصلي طوال عمره ويفعل من الصالحات ما يفعل، ولكن لا يصل إلى هذه الدرجة، لكن بدعوة صادقة من أمه. إلزم رجلها، إلزم رجلها فثم الجنة. وكان يحيى آمرا بالمعروف نهيا عن المنكر، يحيى لا يحابي ولا يداهن، إن كان صغيرا أو كبيرا، عظيما أو حقيرا، يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فاستفتى ابن الملك يحيى عليه السلام فقال: هي حرام عليك. فحقدت المرأة على يحيى وأرادت أن تنتقم من يحيى عليه السلام، وسألت الملك أمرا، قالت لابن الملك، قالت: أطلب منك طلبا. قال: وما هو؟ قالت: أن تأتيني برأس يحيى. ماذا؟ أريد رأسه، إذا كنت تحبني فأتني برأسه، اقطع رأسه ثم أتني به. فأبى، قال: لا، معاذ الله، إنه نبي، إنه نبي، وأخاف إن أصبته بسوء أن يعاقبني الرب عز وجل. فأبت عليه وتمنعت، وكيد هذه المرأة كان عظيما، حتى قبل في يوم من الأيام، قال: لا بأس. فأمر الجنود وأمر الحرس وأمر الجيش، قال: اذهبوا إلى بيت يحيى فادخلوا عليه واقطعوا رأسه وأتوني به. فذهبوا إلى بيته فطرقوا الباب فلم يفتح، فاقتحموا عليه البيت، فدخلوا فإذا هو قائم يصلي. من؟ يحيى عليه السلام يصلي، يقوم لله عز وجل، يسجد لله، يركع لله، يقوم لله، هو في وصل بينه وبين الله عز وجل. فاقتربوا منه فرفعوا السيف وقطعوا رأسه. رأس من؟ رأس يحيى عليه السلام، رأس نبي من الأنبياء، قطعوه ثم حملوه في طبق، حملوا الرأس إلى الملك، ثم جاء الملك بهذه المرأة، قال: خذي، هذا رأس يحيى. تخيلوا المنظر، لا إله إلا الله، نبي من أنبياء الله يقتل، نبي من أنبياء الله يذبح، ينحر، ويقطع رأسه ويقدم لعاهرة، لفاجرة، قدم الطبق إليها. فضحكت المرأة وفرحت وجاءت بالرأس إلى أمها، فلما دخلت على أمها إذا بالأرض تهتز من تحتها. صرخت الفتاة، صاحت، أمها تصيح والناس حولهم، والبنت صاحت وانشقت الأرض من تحت قدميها، وإذا بالأرض تبتلعها وهي تنادي على أمها وتصيح، وأمها تولول، والجوار يصرخن ويلطمن الوجوه، والناس يصيحون، وها هي الأرض تبلعها وتبلعها وتبلعها حتى وصلت إلى حقويها ثم إلى منكبيها. فقالت الأم بعد أن علمت أن ابنتها ماتت:
ولكن الأرض ستأخذها منها. أمرت السياف أن يقطع رأس ابنتها ليبقى عندها الرأس، فقطع رأس البنت وأخذت الأم رأس ابنتها مقطوع. وما هي إلا أيام إلا ويدخل بخت نصر، يدخل على تلك القرية، يدخل عليهم ويقتل في أيام معدودة 75,000 حصدهم. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. اسمعوا لقصة هذه الفتاة، قصة فتاة أيضا تروي حديث توبتها. تقول في ليلة كباقي الليالي، بل تقول لا، ربما كانت تختلف عن باقي الليالي، تقول كانت الساعة 4 بعد منتصف الليل، الخوف يسيطر علي، بدأت أقرأ ما أحفظ من سور، في الليل لم أنم، جاءت الساعة 4 وجاءني خوف شديد ملأ قلبي. تقول أحفظ بعض السور نسيت أكثرها، تقول بدأت أقرأ ما أحفظ، تقول زال شيء من الخوف، ولكن لا زال الخوف يطاردني. تقول أغمضت عيني وجعلت أتذكر، تعرفون ماذا تتذكر؟ تقول أتذكر شريط ذكرياتي، شريط حياتي كله بدأ يمر أمام عيني، أتذكر طفولتي، أتذكر لما كبرت شيئا فشيئا، أتذكر الذنوب الكثيرة، صلاة التي ضيعتها في حياتي، تذكرت صاحبتي، صديقتي التي أحبها، كيف التقيت بها أول مرة، كيف عشت معها، كيف لازمت صديقتي التي أحبها، لازمتها وصاحبتها سنوات طويلة في عمري، صاحبتي التي أحبها، أتعرفون ماذا حصل لها؟ صديقتي التي كنت ألعب وألهو وأخرج وآتي معها، لم تفكر صديقتي يوما من الأيام في الموت. تقول خرجت كعادتها في يوم من الأيام، لكنها رجعت في صندوق. أتعرفون ما الذي حصل؟ ماتت صاحبتها في حادث سيارة. تقول أنا خائفة الآن في منتصف الليل، بعد منتصف الليل، تقول خائفة، فكرت ماذا لو جاءني الآن ملك الموت ليقبض روحي، ماذا أقول له؟ ماذا لو كنت أنا ولست صاحبتي التي ماتت؟ هل أنا مستعد الآن؟ أتراني سأكون من أهل الجنة أم من أهل النار؟ سأدخل جنة الله أم أدخل إلى النار؟ تقول ماذا سأفعل؟ ماذا فعلت في هذه الدنيا؟ عقوقي لأمي، غيبتي، نميمتي، كذبي، تبرجي، ملابس الفاضحة، الأفلام، الأغاني التي أسمع، كيف سألقى الله عز وجل؟ سكت. فحدثتني نفسي فقالت لي لكنك أفضل من غيرك بكثير، غيرك أسوأ منك. ثم قلت في نفسي لكن أين تلك الفتيات الطاهرات؟ أين اللواتي أسمع عنهن يجلسن في المساجد يقرأن القرآن ويحضرن مجالس الذكر ويذكرن الله عز وجل ويصمن النهار ويقمن الليل؟ لما لم أكن منهن يوم من الأيام؟ لما لم أفكر أن أكون مثلهن؟ الواحدة منهن تدفع حياتها ثمنا ولا يرى شيء من شعرها، لما لا أكون منهن؟ قلت في نفسي لا زالت الآن على فراشها، قلت في نفسي ألي عهد من الله أنه لن يتوفاني؟ بيني وبين الله عهد؟ هل عندي صك من الله أن ملك الموت لن يأتي إلي الآن؟ ماذا أفعل إذا الآن ذهبت مع صاحبتي إلى القبر؟ خفت. تقول ثم قمت من فراشي، قمت من مكاني وأنا خائفة مرتعبة، في عيني تجمدت دمعتان، قمت فتوضأت، إلى الآن ما أذن الفجر، قمت أصلي ركعتين. تقول أثناء الصلاة وجدت عيناي تفيضان بالدموع، الله أكبر، المرة الأولى التي أبكي فيها بالصلاة تبكي عيناي، لما أبكي لا أدري، لما فاضت عيناي لا أدري، هل ربما هي على ذنوبي الكثيرة والمعاصي التي ارتكبتها التي كنت أظنها هينا، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
تقول في سجودي أطلت السجود وأنا لا أشعر، سجود طويل لم أشعر به، أتذكر ذنوبي، أتذكر ذنوبي ورحمة الله عز وجل، أقول في نفسي أين أنا كل هذه السنين؟ تقول وبعد أن صليت وسلمت جلست وأتذكر ماذا صنعت في هذه الحياة. يا نفس ويلك، ويلك لو أن الله عز وجل قبض روحك وأنت على هذه الحال. فكري متى تتوبين، متى تلتزمين؟ تقول وأنا جالسة في آخر الليل سمعت أذان الفجر، أول مرة أسمعه، أسمعه كثيرا لكن لهذه المرة يختلف الاستماع، هذه المرة كأنني أسمع الأذان لأول مرة. قمت وصليت الفجر وجلست أقرأ القرآن، القرآن الذي هجرته منذ زمن بعيد. تقول جلست أقرأ حتى طلعت الشمس، تقول ثم ذهبت إلى فراشي، تقول وكان أسعد يوم في حياتي، أسعد يوم، الخوف ذهب، بدأ الاطمئنان، بدأت أشعر بالسعادة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تقول هذه التائبة، تقول منذ تلك الليلة بدأت في طريق التوبة، بدأت في طريق الهداية. تقول أفضل ساعة لي لما ذهبت وكبرت في الصلاة وسجدت بين يدي الله. تقول أفضل لحظات حياتي تلك اللحظة التي ولدت فيها من جديد، لما قمت لله عز وجل أصلي فطار عني الخوف وبدأت السعادة. فتاة تابت إلى الله عز وجل ورجعت إلى دين الله جل وعلا، نعم ماتت صاحبتها لكن الله عز وجل اختار صاحبتها قبلها فكان لها الفوز. نعم إن أولياء الله عز وجل هم أشد الناس بلاء، أشد الناس بلاء من؟ الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة زيد له في البلاء، كلما ازداد الدين والإيمان كلما اشتد البلاء على المؤمن. سنة الله عز وجل. أفكلما جاءكم رسول، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. أسمعت بإسلام الفاروق؟ إليك هذه القصة، قصة يوم من أسعد الأيام على وجه هذه الأرض. الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قبل إسلامه شديدا قويا قاسيا، وربما خاف منه كثير من أهل الإيمان ممن كتم إيمانه، يخافون من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. في يوم من الأيام أسلمت أخته اسمها فاطمة، أخت عمر اسمها فاطمة، أسلمت رضي الله عنها، وزوجها سعيد بن زيد أيضا أسلم، ولكنها وسعيد أخفيا الإيمان عن عمر من خوفهما من عمر. تعرفون ماذا يفعل عمر لو علم أن أخته أسلمت؟ لا يتجرأ أحد على مخالفة عمر، قوي قبل الإسلام وبعد الإسلام، إنه عمر وما أدراك من عمر. وفي يوم من الأيام كان خباب رضي الله عنه ابن الأرت كان في بيت فاطمة مع سعيد بن زيد يقرئهما القرآن، يعلمهما القرآن، وكان خباب رضي الله عنه من السابقين في الإسلام. في هذا اليوم كان عمر يسأل عن محمد عليه الصلاة والسلام، أين محمد؟ أين محمد؟ إلى الآن ما أسلم. فجاءه رجل قال وماذا تريد به؟ قال أريده، أخبرني أنه هو. قال كن في شأنك يا عمر، يعني اترك الناس وشأنهم، خلك بأمورك أنت. قال ماذا تقصد؟ قال ارجع إلى أختك وختنك سعيد، انظر إليهما فقد صبأ. ماذا تقول؟ كذبت. قال والله ما كذبت، ارجع إلى أختك فانظر ما الخبر، أنت تبحث عن محمد؟ شوف أختك أول، شوف بيتك. فغضب عمر وثار غضبا وأسرع إلى بيت أخته فاطمة،
فدخل وإذا بخباب سمع بالخبر فاختبأ خباب، ذهب واختبأ، فدخل فوجد سعيد وفاطمة فبطش بسعيد ضربه، ثم قامت فاطمة إليه ماذا تفعل يا عمر؟ فضربها عمر فشج وجهها لا إله إلا الله. فإذا بفاطمة تنظر إلى أخيها عمر فقالت له لم تصنع هذا يا عمر؟ وكان عمر في هذا اليوم وفي هذه الأيام كان عمر مترددا، في صدره صراع بين الحق والباطل، كان داخل صدره صراع هل أقبل بهذا الدين أو لا أقبل، وكان مترددا في هذه الأيام. فدخل على أخته فاطمة فضربها وشجها، ثم سقطت على الأرض فنظر إليها وقد دمعت عينيها، فكأنه رأف لحالها، فوجد صحيفة عندها فأراد أن يأخذ الصحيفة، قال ما هذه؟ فأسرعت فاطمة إلى الصحيفة فأخذتها، قال ويحك ماذا تصنعين؟ قالت لن أدعك تمس هذه الصحيفة. قال ماذا تقولين؟ قالت لن أدعك تمس هذه الصحيفة فإن فيها كلام الله وأنت نجس ولست بطاهر. قال أعطني هذه الصحيفة، قالت لا حتى تغتسل. فاغتسل عمر فإذا به يأخذ الصحيفة من أخته فاطمة وأخذ يقرأ ما فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، طه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن الرحمن على العرش استوى. ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام؟ بدأ قلب عمر يضطرب، بدأت جوارحه تضطرب، بدأ الجلد يقشعر. الرحمن الرحمن على العرش استوى. وعمر رضي الله عنه عربي يعلم معنى هذا الكلام، ما معنى الرحمن؟ ما معنى على العرش استوى؟ له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر له بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فإذا بعمر بعد أن قرأ هذه السورة دمعت عيناه، وبدأ النور ينتشر في صدره، وبدأ الانشراح، وبدأ عهد جديد في هذه الأمة، وبدأ التحول التاريخي في عصر هذا الدين. وإذا بخباب خرج وكان مختفيا، خرج فنظر إلى عمر يقرأ وتدمع عيناه، فقال له يا عمر، يا عمر إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه. قال ماذا تقصد؟ قال سمعت النبي في الأمس يقول: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. فتأثر عمر، الله أكبر، محمد عليه الصلاة والسلام يدعو لي، يدعو لي أن أدخل بهذا الدين. فقال له عمر: يا خباب، يا خباب دلني عليه. قال لا، لن أدلك. لا زال خباب خائفا، ماذا يريد عمر؟ قال دلني عليه يا خباب. فخاف خباب، قال تعال تعال أدلك عليه. فدله على دار الأرقم، وكان النبي مختفيا هو بعض أصحابه يتعلمون الدين والإسلام. فإذا بعمر يطرق الباب وقد توشح سيفه، أخرج السيف وطرق الباب، فقال النبي: يا حمزة قم قم، منظر من الطارق، حمزة قد أسلم. فإذا بحمزة ينظر، قال يا رسول الله إنه عمر، إنه عمر. ثم قال حمزة: يا رسول الله إذن له، إذن له بالدخول، فإن أراد خيرا أعطيناه وإلا كفيناك يا رسول الله، نضربه بالسيف. يعني حمزة أمام عمر، وكلاهما جبلان في هذا الدين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعني يا حمزة. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يفتح الباب، أو فتح الباب حمزة، فدخل عمر، فقام إليه النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ حجزته. الصحابة الآن تخفوا في الغرفة الثانية، أكثر الضعفاء المساكين الخائفين دخلوا في الغرفة الثانية وأغلقوا الباب،
وقام النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ بحجزة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخذ بمجمع ردائه ثم جبده فقال: ما الذي جاء بك يا ابن الخطاب؟ ما الذي جاء بك يا ابن الخطاب؟ فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة. فقال عمر: جئتك لأؤمن بالله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. فكبر النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، الله أكبر، أسلم عمر، أسلم عمر. فسمع أهل البيت فكبروا: الله أكبر، الله أكبر. ومما زادني شرفا وعزا، ومما زادني شرفا وعزا، وكدت بأخمصي أطوى الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. الله أكبر. إنه من؟ إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول الصحابة: ما أسلم عمر إلا وكنا أعزة، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر لما أسلم ما جلس في البيت وتخفى واختبأ، قام يبحث عن أكثر الناس ينشر إسلامه بين الناس. قال: من أكثر الناس خبرا؟ قالوا: فلان. قال: يا فلان، أخبر الناس بخبر جديد. قال: ما هو؟ قال: أسلمت. قال: ماذا تقول؟ قال: أقول لك ما سمعت، أسلمت. فقام الرجل، هذا مثل وكالة أنباء عندهم، قام في الناس فقال: أيها الناس، أيها الناس. تجمع الناس، خبر جديد الآن، خبر عاجل. ما الخبر؟ قال: صبأ عمر. فقال له عمر وكان جالسا عنده، قال: كذبت يا عدو الله، قل أسلم عمر. فقال: أسلم عمر. فقام الناس يضربون عمر بن الخطاب، الناس كلهم تجمعوا، كفار قريش تجمعوا على عمر فصدهم كلهم لوحده رضي الله عنه. كان بطلا، وكان جبلا، وكان صنديدا قويا، تفر الشياطين، شياطين الجن والإنس من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. صدهم من أول النهار إلى أن على النهار وهو يصدهم رضي الله عنه. ثم قال: قال: والله لو كنا فيها 300 يا معشر قريش، والله ما تركناها لكم، والله ما تركناها لكم. نحتاج إلى الأدب أكثر من حاجتنا إلى العلم. الأدب، الأدب، الخلق، الخلق. فإن الله عز وجل وصف نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه من أهدافه وغاياته في هذه الأمة ليس فقط تعليمهم، بل تزكيتهم وتطهيرهم وتربيتهم على الأخلاق. هو الذي بعث في الأمين رسولا، رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قبل التعليم التزكية، التربية، التطهير، تعليمهم الخلق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إيش نستفيد من إنسان يحفظ صحيح البخاري ومسلم والقرآن كله في صدره ولكنه ينفر عن دين الله؟ خلقه سيء، جافي، عاق لوالديه، سيء مع جيرانه، قاطع لرحمه، نفر الناس عن دين الله، إيش نستفيد منه؟ هذا علمه في صدره، ولكن للأسف، للأسف ربما نفر الناس عن هذا العلم الذي في صدره. قصة رجل مع زوجته، وانظروا إلى تبدل الأحوال، إلى تغير الأحوال بين الناس. لا يظن الواحد منا إذا أنعم الله عز وجل عليه نعمة أن هذه النعمة لا بد أنها ستدوم، ما أدراك، النعم ربما تزول. وقديما قيل: لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك. وربما اليوم يعيش الإنسان غنيا وغدا فقيرا، وربما يكون اليوم فقيرا وغدا غنيا، وهكذا الناس أحوالهم تختلف وتتبدل. واسمعوا إلى قصة رجل كان يأكل مع زوجته، وكان الطعام كثيرا، رجل غني مع زوجته، وكان عندهم طعام، أصناف الطعام مثل ما نفعل اليوم، طعامنا على المائدة نجد 4 يجلسون، والطعام يكفي 10 أو ربما 20. طيب لما كل هذا الطعام؟ تعود الناس خلاص، لازم الطعام يزيد ولا ينقص، لازم نأكل أكثر من حاجتنا، لازم العين تشبع قبل المعدة. فإذا بالرجل يأكل مع زوجته والطعام كثير، فجأة طرق الباب. من الطارق؟
ما ندري. فقالت الزوجة انتظر سوف أذهب وأنظر، يعني ما الذي عند الباب، من الذي عند الباب؟ قامت الزوجة، من الطارق؟ قال رجل فقير، رجل فقير ليس عندي طعام، ليس عندي طعام، عندكم شيء من الطعام سد به جوعي؟ فقالت الزوجة يعني نعطيه بعض الطعام. فقال الزوج لا 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 لا، قولي له ليس لدينا شيء، يعني عندنا طعام كثير، عندنا الطعام يكفينا ويكفي غيرنا ويكفي الفقير ويكفي من بعد الفقير، ولكن للأسف بعض الناس والعياذ بالله لا يريد أن يطعم الفقير شيئا من طعامه، لا يريد أن يشرك شيئا من طعامه الفقراء ولا المساكين. فإذا به يقول لا 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 اطرده اطرده، دعينا نأكل، ليس وقت الفقراء هذا. فإذا بالرجل يمشي ونفسه كسيرة، رحل الرجل. ثم ساءت حالتهما، حالة الرجل الغني ساءت، فإذا به يخسر أمواله شيئا بعد آخر، شيئا بعد الآخر، حتى خسر كل ماله. ثم اختلف مع زوجته وكثرت المشاكل وزادت الهموم وتبدل الحال حتى طلق زوجته فانفصل عن زوجته. ومرت الأيام حتى تزوجت المرأة غيره، تزوجت رجلا آخر. وفي يوم من الأيام هذا الذي تزوجته عنده خير الحمد لله واستغنى وصار غنيا، يعني الزوج الفقير طلقها وتزوجت آخر وصار الآخر غنيا. وفي يوم من الأيام كانت تأكل مع زوجها الثاني طبعا الذي صار غنيا، فإذا بالباب يطرق وبه سائل، فذهبت وقالت لزوجها فقير، قال أعطيه، قال الزوج أعطيه شيئا من الطعام، عندنا طعام كثير الحمد لله. فذهبت المرأة وأعطته الطعام ورجعت حزينة. فقال لها الرجل زوجها الغني، قال لم تحزنين وما عند الله خير؟ حزنت لأننا أعطيناه شيئا من طعام؟ قالت والله ما حزنت لهذا. قال إذن لم حزنت يا فلانة؟ ليش أنت زعلانة؟ أعطينا طعام فقير، عملنا خير. قالت أتدري لم حزنت؟ قال لا لا أدري. قالت هذا الذي طرق الباب، هذا الفقير، إنه زوجي الأول، زوجي الذي كان غنيا ثريا، هو الآن فقير يطرق علي الباب، هو الذي أعطيته الطعام. فقال لها زوجها الثاني، قال أتدرين من أنا؟ قالت من أنت؟ قال أنا السائل الأول، أنا الفقير الأول، أجود بموجود ولو بت طاويا، على الجوع كشحا والحشا يتألم، وأظهر أسباب الغنى بين رفقتي، ليخفاهم حالي وإني لمعدم، وبيني وبين الله أشكو فاقتي، حقيقا فإن الله بالحال أعلم. لا تقل يا عبد الله هذا الفقير جاء يأخذ مني مالي وجاء يسلب مني أموالي، فإني قد تعبت على هذا المال، فإن الله عز وجل يبدل الأحوال، وإذا أردت أن يحفظ الله عز وجل عليك مالك فتصدق واعمل الخيرات واشكر الرب عز وجل بالعمل الصالح. لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بل إن الله عز وجل يعطي المنفق خلفا ويعطي الممسك تلفا. كم من غني ثري قد أمسك ماله، جاءه يوم من الأيام يمد يديه للناس، يتوسل الناس أن يعطوه كسرة خبز يسد بها جوعه. كم وكم في الناس، بل كم من ملك، بل كم من رئيس دولة، بل كم من ثري غني الآن وراء القضبان، الآن لا يجد لقمة عيش يأكلها. قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بل اقرأوا في القصص وانظروا إلى الناس، كم من فقير كان يعطي جهده وما كان يملك من مال يتصدق به على غيره، يتقاسم التمرة مع غيره وكسرة الخبز مع الفقير الآخر، كيف أغناه الله عز وجل؟ والغنى غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة العرض، بل الغنى يا عباد الله غنى النفس، أن يصبح الإنسان قنوعا يرضى بما قسم الله عز وجل له. إياك إياك والدعاء على أولادك، لا تدعو على أولادك إلا بخير. واسمع إلى هذه القصة. يقول الأخ: كان عندي أخ لا يعرف المسجد ولا يعرف الصلاة ولا القرآن ولا الذكر ولا عبادة ربه عز وجل، سيء الخلق، لا يحبه أحد في بيتنا، لا يعرف إلا بلاد الفجور، بلاد الزنا، بلاد الخنا، هذه حاله وهذه حياته. لا يرجع من بلد إلا ليحط في بلد آخر. يقول: أما أبي ففي كل يوم معه مشكلة، سب وشتم وربما يريد ضربه لكنه لا يستطيع. يقول: نعيش في جحيم. والسبب هذا الأخ يقول: لا يبالي بأبي، لا يبالي بأمي، سيء الخلق معنا جميعا، نتمنى خروجه من البيت. يقول: حتى أن أبي كان يكثر من الدعاء عليه، وكان أكثر دعائه يقول: أسأل الله ألا أموت حتى أراك ميتا تحت عجلة سيارة. يقول: هذه أكثر دعوة كان يدعو بها أبي، يتمنى ويدعو الله أن تطأه سيارة، أن تهشم سيارة جسده. لما كل هذا؟ من سوء خلق هذا الولد، من فجوره، من ذنوبه، كرهه حتى أبوه، حتى إخوانه، لم يحبه أحد. يقول هذا الأخ يقول: شاء الله عز وجل أن نغير سكننا، غيرنا البيت من بيت إلى آخر. يقول: وجاورنا فيه، يعني صار جارنا أحد الشيوخ، أحد العلماء، أحد الدعاة إلى الله عز وجل، وذكر اسمه ولكني لا أريد أن أذكر اسمه. يقول: هذا صار إمام لمسجد كبير معروف. يقول: هذا الشيخ كان خلوقا ناصحا، وكان يعني خلقه جم، وخلقه رفيع، وأسلوبه مؤثر. يقول: وكان دائما يسلم على أخي الفاجر، يسلم عليه وينصحه. يقول: وكان أخي يتأثر به، وكان يعني يكثر من النصيحة له. يقول: حتى جاء اليوم الذي شرح الله عز وجل صدر أخي للإيمان، وبدأ يصلي في المسجد معه، وبدأ يجلس معه، وبدأ يتأثر. يقول: حتى تغير أخي الذي كان فاجرا فاسقا، الآن لا يدعو حتى صلاة الفجر، الآن يجلس في المسجد يقرأ القرآن، الآن ملأ الله عز وجل وجهه نورا. أفمن شرح الله صدره للإسلام، فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. يقول هذا الأخ: حتى صار أخي سيء الخلق صار أحسن الناس خلقا، وكان إذا دخل البيت كلنا يحبه، يجلس معنا مع إخوانه. يقول: بدأ يدعو إلى الله جل وعلا. أخي الذي كان يقضي وقته في بلاد الفجور والزنا والخنا، يقول هو الآن يدعونا إلى الله جل وعلا، يوقظنا لصلاة الفجر، يعلمنا القرآن. يقول: حتى ذهب مع الدعاة إلى الله عز وجل إلى بعض البلاد يدعو إلى الله جل وعلا. يقول: أسلم على يديه خلق كثير، لن يهدي الله بك رجلا، خير لك من حمر النعم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
يقول هذا الرجل الأخ، يقول: ومرت الأيام وكان أخي قد سحر كل قلوبنا. يقول: حتى الجيران أحبوه، الناس كلهم أحبوه، كان يخدمهم ويقضي حوائجهم وينصحهم ويدعوهم، حتى كتب الله عز وجل على يديه خيرا كثيرا. يقول: ظل على هذه الحال 3 سنوات، 3 سنوات وهو يدعو إلى الله جل وعلا ويعلم الناس الخير. يقول: في يوم من الأيام، اسمع ما الذي حدث، كان يقود فيها سيارته في الطريق، يقول: فأصابها خلل، تعطلت السيارة، فتوقف مضطرا تحت أحد الأنفاق. يقول: وأخذ يصلح سيارته لوحده، يحاول ينظر ما الذي يحدث في هذه السيارة، ما الذي يعني عطلها، ما الذي يقول، فنزل تحت السيارة يريد أن يصلحها. يقول: فيشاء الله عز وجل أن تأتي سيارة ولم تنتبه له لأنه تحت النفق، يقول: لم تنتبه به فصدمت سيارته بقوة. يقول: وإذا بسيارته تطأه، فإذا بالعجلات تهشم صدره، عجلات السيارة هشمت صدره، وجاءت الإسعاف وأخذته فرقة الإنقاذ. يقول: وأخذت الجثة، ظنوه ميتا وحملوه إلى المستشفى. يقول الشرطي: يقول: نظرت إليه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة. تعرفون ماذا كان يقول وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة؟ كان يقرأ القرآن، يرتل القرآن ترتيلا، يرتل القرآن، ثم خرجت روحه. لما سمع أبوه بالخبر بكى بكاء شديدا، بكى بكاء شديدا، يقولون حتى أغمي على أبيه وهو يقول: أنا السبب، أنا السبب، هذه دعوتي استجاب الله لها، هذه دعوتي استجاب الله لها. وأخذ الأب يبكي: ولا تساعة من دم. 3 دعوات مستجابات، منها دعوة الوالد على ولده. إياك، إياك أيها الأب، إياك أيتها الأم، إن كان ولدنا فاجرا أو بنتنا فاجرة فلندعو لهم، لنقول: اللهم اهدهم، الله يصلحكم، الله يهديكم، الله يتوب عليكم، الله يغفر لكم، أفضل من أن نقول: الله يلعنكم، الله يأخذكم، الله يخلصني منكم. كما يقول هذا الأب: أسأل الله أن تطأك عجلة سيارة. وفعلا وطئته عجلة السيارة، فاستجاب الله عز وجل للأب، فإذا به يندم ندما، ولكن لا ينفع الندم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تقل شيئا لا تعلم خيره أو شره فتجتنبه يا عبد الله. إياكم والدعاء على الأبناء، فإنه شر إلا أن تدعو لهم بخير. هذا هو المطلوب عباد الله، لندعو لأبنائنا بالخير وإن كانوا فجارا، ندعو لهم بالصلاح وإن كانوا فجارا، عل الله عز وجل أن يهديهم. اسمعوا لقصة هذه الألمانية، فتاة ألمانية يحدث عنها زوجها. يقول هذه الزوجة طبيبة، زوجتي طبيبة ومتخصصة في أمراض النساء، ليست ألمانية أبوها عربي أو أمها عربية، لا أبا عن جد، ألمانية الأصل، يعني جذورها كلها ألمانية، وهي نصرانية ليست بمسلمة. يقول هذه الزوجة طبيبة متخصصة في أمراض النساء والولادة، وكانت تهتم في وظيفتها وفي تخصصها، كانت تهتم بالأمراض الجنسية التي تصيب النساء، تجري بحث وعديد من الأبحاث على هذه الأمراض، الأمراض الجنسية، وكانت تعمل في عيادتها وتهتم بكل مريضة في هذه الأمراض وتعمل عليها الأبحاث لتعرف الأسباب، وهم طبيعتهم يعيشون لأجل هذا. تريد أن تتم بحثها، أرادت أن تسافر، خلاص أنا عرفت هذه البلد، هذه الأمراض، تبحث عن بلد آخر. ذهبت إلى النرويج يقول زوجها، وجلست 3 شهور فما وجدت شيء يعني غريب عن ألمانيا، نفس الشيء، النرويج وألمانيا تقريبا نفس الأمراض، لم تجد شيئا جديدا، فأرادت أن تسافر إلى مكان بعيد يختلف عن هذه البيئة، فقررت أن تسافر إلى بلد خليجي، إحدى الدول الخليجية العربية. تقول عزمت، الآن الطبيبة تقص، تقول عزمت على ذلك، وأخذت أقرأ عن تاريخ هذا البلد قبل أن أسافر، تريد أن تعيش فترة من الزمن تقرأ.
بيئتهم، طبيعتهم، طعامهم، لباسهم، كل شيء كل شيء. تقول فأحسست بالضيق، إيش هذه البلد؟ النساء يلبسن حجاب وعباءة وقيود، يعني ما في راحة، ما في حرية، ما في، يعني بلد عجيبة هذه البلد. فلما وصلت التزمت بالعباءة غصبا عليها، يعني ما هو طيب منها، وهي متضايقة قد ملت، ولكن فقط لأجل هذه البحوث تصبر لأجل أن تحصل على نتيجة بحوثها. فإذا بهذه المرأة تعمل في إحدى المستشفيات فترة من الزمن 4 شهور وهي تعمل، وشافت عدد كبير من النساء، مرت عليها عدد كبير من النساء، لكن لم تقف على مرض جسيم واحد 4 شهور وما شافت ولا مرض، مع أنها كانت في ألمانيا والنرويج يوميا عشرات الأمراض، لكن هناك ولا مرض 4 شهور، حتى بدأت تشعر بالملل. هي ما جاءت لأجل تعالج النساء، هي جاءت تبحث عن الأمراض الجنسية لكنها ما وجدت شيئا. مرت الأيام، مرت الشهور، الملل يزداد والقلق يزيد، حتى أتمت 7 شهور، وفي يوم من الأيام خرجت من العيادة مغضبة متوترة، فسألتها ممرضة مسلمة، يعني ما بكي؟ ما الذي حدث؟ ما الذي؟ شافتها معصبة غضبانة، فقالت لها يعني 7 شهور ما في مرض جنسي، أنا جئت أبحث عن هذه الأمراض ما وجدت شيء. فابتسمت الممرضة، قالت لها لما تبتسمين؟ قالت إن هذا ثمرة الفضيلة. قالت يعني إيش؟ فشرحت لها معنى الفضيلة والالتزام بدين الله، ثم قرأت عليها آية من القرآن، والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات، شرحت لها معنى هذه الآية. تقول هذه الطبيبة فهزتني هذه الآية، هزتني، فقلت لابد أن أتعلم ماذا تعني هذه الآية وكيف يتمسك المسلمون بها، لما 7 شهور ما وجدت ما أجد في تلك البلاد بيوم واحد، ما هذه الآية، ما قصة هذا الكتاب؟ تقول فاقتنيت القرآن مترجم، تقول وبدأت أقرأ ترجمته، تقول حتى أحسست أن هذا الذي كنت أبحث عنه هذه هي غايتي، تقول فذهبت إلى مكتب لدعوة غير المسلمين، فعندهم أشهرت إسلامي، أشهرت إسلامي، وصرت الآن، تقول عن نفسها صرت الآن فتاة في ألمانيا محجبة حجابا شرعيا أدعو إلى الله عز وجل، إلى هذا الدين، الدين الحق. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. هذه المصيبة، المصيبة أن بعضنا يظن أن الكافر لا فائدة منه، وأن الكافر لن يهتدي، وأن الكافر فقط نقيم عليه الحجة، وأن الكافر فقط نقول له أنت كافر وأنت مخلد في النار، إما أن تسلم وإما أن تكون في الجحيم فقط. هذا أسلوب الدعوة عند بعض الناس، الجهل بدين الله عز وجل أو بأسلوب الدعوة، ما يعلمون أن الكفار مهما بلغوا فيه من الكفر ربما آية واحدة تدخلهم في دين الله عز وجل. اسمعوا إلى قصة الداعية سميط حفظه الله، وهو في أفريقيا، يقول عن نفسه كنا إذا ذهبنا إلى تلك البلاد، يقول في إحدى البلاد، يقول فتحنا إذاعة، والإذاعة تكلف لكن فائدتها كبيرة، يقول فتحنا إذاعة تبث إلى تلك البلاد، يقول وعندنا ما في مواد صوتية، فحتى نجمع المواد الصوتية لهذه الإذاعة نشغل الإذاعة 24 ساعة فقط قرآن، قرآن كريم، سورة بعد أخرى، قارئ بعد آخر، فقط قرآن حتى نفتح الإذاعة نجمع المواد الصوتية. يقول أهل هذه البلد ما يعرفون عربي وما يعرفون إنجليزي، فقط لغتهم المحلية والفرنسية، فقط هذه اللغة التي يفهمونها. يقول حتى نجمع المواد الصوتية نحتاج إلى وقت. يقول في يوم من الأيام طرق علينا الباب في المركز، يقول رجل فأدخله الداعية إلينا، فقلت له ماذا يريد؟ قال هذا رجل خريج جامعي، يقول يريد منك طلبا. قلت له ماذا يريد؟ قال يريد نسخة، يقول أريد نسخة من الأغاني التي تبثونها. ماذا؟ أريد نسخة من الأغاني التي تبثونها. بحثت عن الإذاعة
قالوا هذه مركز، هذا مركز الإذاعة، فجئت أطلب منكم طلب، أريد نسخة من الأغاني التي تبثونها. يقول الدكتور سمعت، فقلت له لما تريد هذه الأغاني؟ طبعا هو يقصد القرآن، ما يفهم أن هذا قرآن. قلت له، يقول سمعت، قلت له وماذا تريد بهذه الأغاني؟ ليش؟ إيش معنى؟ قال لأنني كلما وضعت إذاعتكم واستمعت إلى هذه الأغاني أحس براحة وانشراح الصدر، وأحس بطمأنينة لا أشعر بها إلا لما أستمع لهذه الأغاني. يقول فضحك الداعي الدكتور وقال له هذه ليست أغاني. قال إذن ما هي؟ قال هذا كلام ربنا عز وجل. قال ماذا؟ هذا قال هذا كلام الله. قال خذ ترجمة هذا القرآن واذهب وقره على مهل، خذ نسخ من هذا القرآن. يقول فأعطيناه. يقول بعد أيام قليلة رجع الرجل، طرق الباب، دخل، يقول معه ستة. قلت لهم ماذا تريدون؟ قال هذا الرجل جئنا جميعا نشهر إسلامنا وندخل في دين الله عز وجل، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هذا القرآن حتى غير العرب، حتى الجمادات يتأثرون به. الذي لا يعرف اللغة العربية الأجنبي اقرأ عليه القرآن يتأثر حتى لو كان كافرا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. القرآن، القرآن وما أدراك ما القرآن. هذه ألمانية تسلم، وذاك أفريقي يسلم، وأنا عندي قصص كثيرة من أناس لا يفهمون اللغة العربية ولا يدركون معانيها، فقط لما استمعوا إلى القرآن يرتل ترتيلا دخل إلى قلوبهم فشرح الله صدورهم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على جبل لرأيته خاشعا، خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس، نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذه أمريكية، وهي صفحة جديدة معنا اليوم. أمريكية كانت في عمر 16، أسرتها من بروتستانت، من النصارى، وكانوا لهم يعني مكانة عالية ومعروفين في بلدهم في إحدى الولايات الأمريكية، وكانوا يملكون مالا، وكانوا متشددين في الدين، متمسكين، يذهبون كل أحد إلى الكنيسة وينفقون على الكنيسة. وهذه الفتاة تقول كنت أذهب إلى الكنيسة كل أحد مع أمي، تقول وكنت أسمع كلاما يردد في الكنيسة حول المسلمين، أسمع كلاما بأن المسلمين أغبياء، وبأن المسلمين متسلطون، وبأن المسلمين يحبون القتل والإجرام، حتى الحرية ما عندهم، الديمقراطية لا يعترفون فيها. فكنت أحقد عليهم كثيرا، على المسلمين. تقول أشد ما لفت انتباهي لما كانوا يقولون أن المسلمين يتزوج الواحد منهم أربعة، فكنت أضحك وأحقد، يزداد حقدي وكراهيتي على المسلمين. كيف يتزوج رجل أربع نساء؟ أي جهل هذا؟ وأي ظلم هذا؟ وأي دين هذا؟ فازداد حقدي وكراهيتي على هذا الدين. يقول وفي عام 84 من التاريخ الإفرنجي، يقول كنت أعمل في الصيف في إحدى المطاعم، وعادة الغرب يعني لا بأس عندهم من العمل، حتى لو كانوا يملكون أموال فإنهم يعملون. تقول وكنت أعمل في إحدى المطاعم، يقول فلفت نظري هناك رجل يدخل ولونه مصبر، يقول يعني كأنه مسلم، وأنا لا زال في قلبي حقد على المسلمين. يقول هذا الشاب دخل، طويل أسمر مبتسم، وجلس على الطاولة، فقلت لزميلتي دعيه دعيه أنا سوف أتولى الخدمة له. تقول فلما جئته قلت ماذا تريد؟ قال شاي وغيرها، ثم قال لها أرجوك أخبر الطباخ ألا يطبخ البيض على نفس المكان الذي يطبخ عليه الخنزير. فسألته لما؟ فقال لأنني مسلم. تقول فتغير لوني وبدأت النار تشتعل في جسمي، حقد وكره لأولئك الناس، لكنني تملكت أعصابي. تقول فلما قدمت له ما يريد من طلب سألته
أنتم الذين تتزوجون أربع نساء؟ يعني بأسلوب احتقار، هل هذا الرجل أنت تتزوج أربع نساء؟ فقال لها لا، أنا ما تزوج أربع نساء. ولم يقل ليس في ديننا، لكنه قال لا. فقالت له بلى، أنا تعلمت هذا، أنكم المسلمون الواحد منكم يتزوج أربع نساء. فقال لها ديننا يقول إذا لم يعدل الإنسان يكفي فواحدة. فقلت له لا لا لا، بل قالوا لي أنكم تتزوجون أربعة ولا تبالون بنسائكم، ونسائكم ليست لهن حرية، ولا يلبسن اللباس الذي يريدنه، ولا يفعلن ما يريدن. فقال لها انتظري انتظري، هدئي من روعك. فجلست، تقول جلست عنده أسمع ماذا يقول. تقول فإذا به يتكلم عن التوحيد، قال أنا أعبد الله عز وجل الذي لا شريك له، الذي لم يلد ولم يولد. تقول أنا ازداد غيظي. فقلت له عندك رب غير عيسى؟ أنت تعبد إله غير عيسى؟ فقال لها نعم، لكن ليس هنا وقت الإجابة، الوقت لا يسمح لي أن أشرح لك. فقالت له إذن هذه الأشياء التي أسمعها عنكم صحيحة أو ليست بصحيحة؟ قال لها ما أدري ما الذي تقصدين، لكن لا بد لنا من جلسة أخرى أشرح لك ما معنى أنني أعبد الله لا شريك له، وماذا يعني لدي عيسى ابن مريم عليهما السلام، وماذا يعني لدي محمد عليه الصلاة والسلام. فقالت له هل سوف ترجع؟ هل سوف تأتي؟ قال نعم سوف أعود غدا، وسوف آتي لك بكتاب. قالت له إذن لا بأس. تقول هذه الفتاة وكانت صغيرة في السن، تقول رجعت في العمل وأنا أفكر في هذا الشاب، كانوا يقولون أنهم مجرمون وأنهم يحبون القتل وأنهم لا رحمة لديهم، لكن هذا الشاب كان مبتسما طوال الوقت وكان يحدثني بكل أدب وبكل خلق، فهل هذا صحيح ما نسمعه عنهم؟ هل هؤلاء هم الإرهابيون؟ تقول وجاء اليوم الثاني، تريد أن تسمع قصة عيسى ابن مريم عند المسلمين. تقول فجاء اليوم الثاني، تقول وأنا حدثت صاحباتي وزميلاتي في العمل عما أنتظره. تقول فانتظرت في اليوم الثاني فلم يأتي، مر الوقت ولم يأتي، منهن من تقول من زميلاتي لن يأتي خلاص، ضحك عليك وخدعك. فقلت في نفسي نعم نعم، ربما كان كاذبا، هكذا هم المسلمون. تقول ثم أقول لا، ربما يأتي وربما تأخر لعذر ما. تقول وبعد قليل لمحته من بعيد يأتي. تقول فرحت فرحت، كأن غائبا أنتظره. تقول فوصل إلى المطعم، فقلت للمديرة أعتذر ساعة زمان سوف أجلس معه، فعرفت عذري وسمحت لي بالجلوس معه. تقول فجلست معه في زاوية في المطعم. تقول فأخذ يشرح لي من القرآن ما معنى عيسى بن مريم عندهم عند المسلمين. تقول فأخذ يعلمني بقصة جميلة لم أسمع بمثلها، قصة عيسى عليه السلام. تقول فأعجبت بقصته. تقول فلما رجعت إلى البيت حدثت أمي بالخبر. تقول فإذا بأمي تهددني إن كلمته مرة أخرى، وتخبرني بأنه قاتل وليس بصادق، بأنه كذاب، بأن المسلمين إرهابيين، بأن المسلمين قتل، بأن المسلمين لا يعرفون الرحمة ولا يعرفون الصدق. تقول وإذا بي أصر بأنه ليس كذلك، بل بالعكس يكلمني بكل أدب. تقول مرت الأيام ولا زلت أتعلم من هذا الرجل، يعلمني دين الإسلام ويعطيني الكتيبات ويخبرني ببعض الأمور. تقول حتى اقتنعت بأن هذا الرجل صادق. تقول أحببته، ولا زالت هذه الفتاة على دينها بروتستانت، لا زالت لم تسلم. تقول فإذا بهذا الشاب يعرض علي الزواج. قلت ماذا؟ قال نعم أريد أن أتزوج منك، أنا غير متزوج وأريد الزواج منك. قلت له هل يصح في دينكم هذا؟ قال نعم، أنت إن شاء الله عفيفة وامرأة طاهرة وصالحة، لكنك كتابية وفي ديننا يجوز هذا. تقول فأخبرت أمي فضربتني وقالت لي يستحيل أن تتزوجي مسلما، نحن الأسرة الفلانية ونحن معروفون أمام المجتمع والناس بتمسكنا بديننا، والآن تتزوجين مسلما؟ تقول لم أبالي بأمي ولا بأهلي. تقول فتزوجته وعشت معه. تقول وما هي إلا أيام إلا وقد اتخذت أهم قرار في حياتي. قلت له يا فلان؟ قال نعم. قالت أريد أن أعترف. قال اعترفي. قالت له من كل قلبها أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمد رسول الله. تقول: ما إن قلتها إلا وقد انفجرت بالبكاء. تقول: بكيت ثم بكيت ثم بكيت. تقول: فقال لي: لم تبكين؟ قالت: والله أبكي من شدة الفرح، أبكي وكأن السعادة غمرت قلبي. ثم قالت له، قالت: أريد أن أخرج فأصرخ. قال لها: لما؟ قالت له: أريد أن أصرخ أمام الناس وأخبر العالمين، أريد أن يسمعني كل من على الأرض أنني دخلت في دين الله، أن الله شرح صدري، أنني أشهد بأنني مسلمة، أشهد أن لا إله إلا الله. أريد أن أصرخ بها وأملأ بها الدنيا. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله للأسف كم من شاب يذهب إلى بلاد الغرب اليوم يريد أن يتزوج من بعض الفتيات لا يبالي بدينها. طبعا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، أهل الإيمان أفضل من غيرهن، ولكن فرق بين من يتزوج تلك النصرانية يريد دعوتها، يريد هدايتها، يريد أن يدخلها في دين الله عز وجل، ومن يتزوج لأجل الشهوة فقط، فإذا به لا يبالي بإيمانها ولا بدينها. بل إن بعض المسلمين لما تزوج فتاة نصرانية كرهها في دين الإسلام، بغضها في هذا الدين. لما؟ لما كل هذا؟ لأنه مسلم بلا إسلام، مسلم في الظاهر لكن في حقيقته وخلقه لا يعرف عن الإسلام شيء. كم من الناس اليوم يعيش في الغرب، هل عرض الإسلام بصورته النقية الطاهرة؟ للأسف، للأسف بعض المسلمين يعمل في الغرب بتجارة أو لدراسة أو اضطرته الظروف أن يعيش في الغرب، لكن كان قد يعني عمل دعاية سيئة لدين الإسلام بسوء خلقه وبتعامله السيء مع الناس وبكذبه وعدم صدقه وعدم التزامه بعمله وعدم التزامه بالأخلاق، لهذا نفر الناس عن دين الله عز وجل. إن منكم لمنفرين. هذا الشاب كانت غايته الكبرى ليس الزواج من هذه الفتاة، لكن كانت غايته أن تدخل في دين الله عز وجل، وفعلا حصل على ما يريد، حصل على ما يريد. هذه الفتاة التي كرهت بالإسلام صارت مسلمة، بل صارت من الداعيات إلى الله جل وعلا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فاحرص يا رعاك الله على أن تكون قدوة لهذا الدين، احرص على أن تلتزم بشعائره وبأخلاقه. كم دخل الناس في دين الله أفواجا في مشارق الأرض ومغاربها، ليس على أيدي علماء ولا طلبة علم، بل على أيدي تجار وعلى أيدي أناس لا يعرفون من الدين إلا القليل، لكن كانوا قدوة صالحة ومثالا حسنا للناس، فدخل الناس في دين الله أفواجا. سلوا أندونيسيا، سلوا أفريقيا، سلوا شرق آسيا، كيف دخل الناس في دين الله؟ بأخلاق المسلمين وبحسن تعاملهم. ديننا دين عظيم، وصف الله عز وجل نبيه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. إنها القصص، إنها العبر، إنها الأحداث التي تجري حولنا، فلنتق الله عز وجل ولنستلهم منها العبر ولنستفد منها في حياتنا الدنيا. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بهذه الكلمات، وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. صفحة في بغداد. إلى بغداد، تلك العاصمة الإسلامية، عاصمة الخلافة الراشدة التي مضى عليها دهر وعقود من الزمن، لم تهنأ بعيش من حرب إلى أخرى، ضيق وهم وغم عم في تلك البلاد الظلم والطغيان. في تلك البلاد تخرج العلماء وأرسل للأنبياء
وقامت دعوات وكانت هناك حضارات، أما اليوم فما هي بغداد؟ وكيف تعيش بغداد؟ هذه قصة لطفل صغير يحدث عنه هذا الشاعر. طفل أهله كلهم ماتوا بالقذائف، رجع إلى بيته فلم يجد بيتا ولا أما ولا أبا ولا أختا ولا أخا. أين لعبتي؟ أين غرفتي؟ أين براءة الطفولة؟ طفل ينام ويستيقظ على أصوات المدافع والقنابل والرشاشات، ما ذنب أولئك الأطفال؟ ما ذنب العجائز؟ ما ذنب الشيوخ؟ ما ذنب أولئك الناس الذين ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد؟ يقول أحد الشعراء في وصفهم: أبكي أبكي وماذا تنفع العبرات، وجميع أهلي بالقذائف ماتوا، ماتوا وجيش المعتدين قلوبهم صخر فلا نبض ولا خلجات، تحت الركام أنينهم وصراخهم كم مزقت وجداني الصرخات. أبكي أبكي وأشلاء الأحبة خيبت ظن الرجاء وزاغت النظرات، يا ليلة القصف الرهيب تحطمت فيك المبادئ واستبد غزات، وحشية وحشية لو أن هولاك رأى لتصعدت من قلبه الزفرات، بتنا على لهب المواجع والأسى والمعتدون على الأسرة باتوا، أطفالهم يستمتعون بأمنهم وصغارنا فوق الرصيف عرات، فزع الصغار يزيد من إحساسنا بالظلم إن الظالمين قسات، ماذا يفيد الدمع والدم هاهنا يجري ودجلة يشتكي وفرات، ماذا وبغداد المفاخر أصبحت عطشا تلمض قلبها الحسرات، بغداد ما ابتسمت رؤى تاريخنا إلا وعندك تشرق البسمات، صوت المآذن فيك يرفعنا إلى قمم تشيدها لنا الصلوات، أواه يا بغداد أقفرت الربا ورمى شموخ الرافدين جنات، لغة الحضارة أصبحت في عصرنا قصفا تموت على صداه لغات، لغة تصوغ القاذفات حروفها وبعنفها تتحدث العربات، أوهكذا تلقى العدالة حتفها في عصرنا وتحكم الشهوات، ماذا يفيد الدمع يا بغدادنا وخطاك في درب الردى عثرات، ماذا وألف قذيفة وقذيفة في عرضها تتنافس القنوات، ماذا وأبناء العروبة نظرة وهجت وعقل تائه وسكات، أبناء أمتنا الكرام إلى متى يقضي على عزم الأبي سبات؟ إخواني، نعم، ماذا حصل في بغداد وماذا صنعوا فيها؟ كيف تعيش اليوم بغداد؟ وكيف ينام إخواننا في العراق؟ على ماذا يمسون؟ وبأي شيء يصبحون؟ كم من طفل فقد والديه فأصبح يتيما؟ كم من طفلة هتك عرضها؟ كم من أناس؟ إن إخواننا اليوم في العراق يحتاجون منا إلى الدعاء، يحتاجون إلى أموالنا، يحتاجون إلى مساعداتنا ليبنوا مرة أخرى بلادهم على شرع الله عز وجل. إن الناس يحتاجون هناك إلى مد يد العون لهم، فالمؤمنون جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هذه قصة لقسيس يحدث عن نفسه هذه القصة في سنة 78 للميلاد. يقول: كنت ذاهبا لإحياء مولد للعذراء مريم عليها السلام،
يقول: كنت ذاهبا لإحياء مولد من موالدها في دولة عربية. يقول: أخذت قطار من مدينة إلى مدينة أخرى في الساعة 9:30 تقريبا. يقول: ركبت الحافلة. يقول: وأثناء ركوبي في القطار في الحافلة، طبعا هو يلبس الآن ملابس الكهنوت، ملابس القساوسة أظن شكلها معروف. يقول: ويلبس صليب وزنه تقريبا ربع كيلو كله ذهب خالص، عندهم أموال، أموال كثيرة. يقول: وعندي عصا. يقول: وفي القطار صعد صبي في 11 من عمره، عمره 11 عاما. يقول: أخذ يوزع كتيبات على الناس، ينظر الناس إليها، فمن أراد أن يحتفظ بهذا الكتيب يشتريه، يعني يروج للكتيب عنده والناس تشتري، من أراد أن يشتري يشتري، صبي صغير. يقول: فوزع الكتيب على كل الركاب إلا أنا، وصار في نفسي هاجس، يعني ليش كل الناس إلا أنا؟ فانتظرته حتى يعني انتهى من التوزيع، فقلت له: يا بني تعال. فجاء الصبي، قال: لما أعطيت الجميع إلا أنا؟ فقال له: لا يا أبونا، أنت قسيس، ما يصح أن أعطيك هذا الكتاب. يقول: فتضايقت وأحسست كأني لست بأهل لأحمل هذا الكتيب، مع أنه صغير لكنني لا أستحق أن أحمله. تعرفون ما هذا الكتيب؟ إنه شيء من القرآن، جزء من القرآن، والله عز وجل يقول عن القرآن: لا يمسه إلا المطهرون. يقول: ألححت على الصبي أن يبيعني، فقال: لا، هذه كتب إسلامية ولا تصح لك. يقول: وأنا أنظر إلى هذا الصبي وتلك الكتب ازداد شوقي إليها. يقول: فلما نزلت من القطار تبعت هذا الصبي أين يذهب. يقول: فلما أحس أنني أتبعه هرب. يقول: فأسرعت في المشي حتى مسكت هذا الصبي. يقول: مسكت الصبي وقلت له: أعطني الكتاب. قال: لا. يقول: فأعطيته مالا وأخذت منه الكتاب رغما عنه. يقول: أخذت الكتاب واحتفظت به ولم أعلم ما هذا الكتاب وما قصته. كان هذا الكتيب الصغير جزء عمه، كان الصبي يبيعه في القطار. يقول: فلما وصلت إلى الكنيسة وجلست فيها وجاء الليل وعلى فراشي، يقول: فتحت هذا الكتاب وأخذت أقرأ فيه آيات وجمل. يقول: حتى وصلت إلى جملة هزت كياني، جملة ارتعدت منها، وهذه الجملة أخذت أفكر فيها كثيرا. أي جملة هذه؟ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أخذني شعور، شعور غريب. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقول: في الكنيسة بعد أيام، في يوم أحد من أحد الأيام، جاءتني امرأة تعض أصابع الندم، تقول لي: انحرفت 3 مرات وأنا الآن أمام قداستك أعترف لك. تعترف هذه المرأة بذنوبها: رجاء تغفر لي وأعاهدك لن أعود لذلك أبدا. يقول: وأنا كعادتي رفعت الصليب لأغفر لها. يقول: أثناء رفعي للصليب تذكرت الجملة التي قرأتها ورددتها: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقول: فبكيت حتى إن المرأة تعجبت مني. يقول: وكنت أخاطب نفسي فأقول: أنا أغفر لها فتذهب الآن، لكن من يغفر لي أنا؟ يقول: فذهبت إلى كبير القساوسة، كبير الرهبان. يقول: جئته فقلت له: يا فلان الأسقف هذا، قلت له: أنا أغفر الخطايا لعامة الناس، فمن يغفر لي أنا؟ من يغفر لي خطاياي؟ فأجاب هذا الأسقف، قال له: البابا هو الذي يغفر لك ولي. فقال له، قلت له: ومن يغفر للبابا؟ يقول: فصرخ في، قال: أجننت؟ ماذا تقول؟ هل يحق لك أن تسأل هذا السؤال؟ يقول: بعدها أحسست بمضايقات وبأذى وبتعذيب منهم. يقول: الغريب أنني اكتشفت في الكنيسة أن هناك قسيس آخر
قد أسلم قبلي بسنوات ولكنه يكتم إيمانه ويكتم دينه، يخاف على نفسه الفتنة. يقول: أما أنا فقد خرجت وهاجرت إلى بلد أخرى وتمسكت بديني وأشهرت إسلامي، وكان سبب هدايتي ما هو؟ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم، هكذا هذا الرجل آمن وأسلم ودخل في دين الله، وربما كان السبب ذلك الصبي الذي كان يبيع جزء عمه فدخل الإيمان في قلب هذا القسيس. كم وكم من إنسان يحتاج منا إلى فقط أن نقرأ عليه القرآن أو نتلو عليه بعض الآيات. هذا ثمامة ابن أثال رضي الله عنه كان مشركا وحبس في سارية في المسجد، وكان يسمع القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام ومن أصحابه، وكان الصحابة رضي الله عنهم يحسنون إليه ويطعمون الطعام من طعام وشراب وخدمة على هذا الرجل، مع أنه كافر مربوط في المسجد أسير، ومع هذا كان الصحابة يحسنون إليه وهو يسمع القرآن. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. سمع ثمامة الآيات تتلى والقرآن يقرأ وكان مشركا، وبعد أيام قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتسلم؟ قال: لا. ففكه النبي عليه الصلاة والسلام ومن عليه، وخرج الرجل، فقط كان يريد أن يخرج حتى لا يقال أسلم خوفا من القتل. خرج من المدينة فاغتسل ثم دخل مباشرة إلى المسجد وهو يعلن: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.